الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. أربعة من أهل البيت صلوات الله عليهم اسمهم محمد، وهذا الاسم الشريف تعبيرا عن النبي صلى الله عليه وآله ورد في القرآن الكريم أيضا أربع مرات. نحن نعلم أن أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم نزلت من قبل الله عز وجل، الله عز وجل سمى كل واحد منهم باسمه الشريف، يعني اختيار الاسم كان بمنتهى الدقة والحكمة من الله عز وجل. وعليه فالأشخاص من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين تشابهت أسماؤهم الشريفة لهم نقطة اشتراك مهمة جدا، لهم نقطة اشتراك في أهم شيء فيهم، جزء من هذا الذي أقول في أهم شيء منه فيهم، جزء منه لعله أدوارهم. اثنان من أهل البيت صلوات الله عليهم اسم كل واحد منهما حسن، معنى ذلك أن دور كل واحد منهما كان مشابها جدا بدور الآخر. أربعة من أهل البيت صلوات الله عليهم اسم كل واحد منهم علي، يعني أن أدوار هؤلاء الأدوار الأساسية، الدور الأساسي لكل واحد منهم كان مشابها لبقية هؤلاء الأربعة. أربعة من أهل البيت اسم كل واحد منهم محمد. أدوار هؤلاء صلوات الله عليهم كانت متشابهة جدا، يقال
أن الذين سموا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بهذا الاسم الشريف بدأوا مرحلة مهمة جدا حياتية في الإسلام، واستمر على هذا المنهج الذين جاءوا من بعدهم. النبي صلى الله عليه وآله واضح هذا الشيء في رسول الله صلى الله عليه وآله من أبدأ البديهيات، بدأ مرحلة جديدة، جاء بمرحلة عظيمة جدا بالنسبة لمن سبقه. الإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء كانوا مسلمين، كانوا على الإسلام، ولكن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الإسلام شيء آخر، مرحلة جديدة كاملة لا تقاس كل المراحل السابقة لو اجتمعت في مكان بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بدأ مرحلة جديدة، هذه المرحلة تحتاج إلى تدقيق وربط هذه المرحلة بالمرحلة التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتضح دور وأهمية دور الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. جاء بمرحلة التمهيد للغيبة، هذه جدا كانت مهمة حياتية بالنسبة للإسلام، لبقاء الإسلام مرحلة كانت غاية في الأهمية. بدأ مرحلة جديدة الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء، بدأ بمرحلة جديدة عظيمة، وعند ظهوره الشريف يبدأ بمرحلة جديدة، مرحلة مهد لها جميع الأنبياء جميع الأوصياء، انتظرتها السماء. وأما الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سمي بهذا الاسم الشريف أيضا، الإمام الباقر صلوات الله عليه بدأ بمرحلة جديدة عظيمة جدا في ترقية الأمة في المجال العلمي. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم كانت عنده المواصفات بأجمعها. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من سبق الإمام الباقر منهم كان عنده العلم الذي هو كان موجودا عند الإمام الباقر، يعني الله عز وجل أحصى فيهم في كل واحد منهم كل العلم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكن بالنسبة لآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم ما فسحت الفرصة، ما حصلت هكذا فرصة لترقية هذه الأمة في المجال العلمي، لتربية أجيال من العلماء الحملة لهذه العلوم. النبي صلى الله عليه وآله ما فسحت له الفرصة لأنه كان في مرحلة التأسيس. صحيح أن الإسلام كان دين آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكن الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله كان تأسيسا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يريدون أن يصنعوا شيئا بالمعاجز، ينشرون العلم بالمعجزة، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله فرصته كانت مخصصة لشيء آخر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 25 سنة مهمش كليا، من يأخذ العلوم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الفترة التي حكم فيها؟ فترة قصيرة كانت، ودوره كان دور إعادة إحياء الإسلام بعد أن كاد الإسلام أن يموت.
الإمامان الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام كان في أشد الضيق، واستمر هذا الضيق إلى أن انتهى إلى عاشوراء. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان في فترة قمة توحش بني أمية، قمة توحش بني أمية الذين عاصرهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانوا في قمة قمة التوحش. ما كان بإمكانه في كثير من الفترات ما كان بإمكانه أن يلتقي بالناس، ناهيك عن أنه يربي أجيالا من العلماء. هذه الفرصة جاءت للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل من المشاكل للحكام، فانشغلوا بأنفسهم وبحكمهم وتركوا الإمام، فبدأ بهذه المرحلة، مرحلة تنمية الأمة في المجال العلمي. الأمة كانت في أبعد درجة من الحضيض في المجال العلمي، مستواهم في أهم الأشياء كان مستوى هابط جدا. التوحيد، التوحيد أهم شيء في الدين عند كل مسلم، ما كانوا يفهمون التوحيد، مع أن القرآن قال، رسول الله قال، أمير المؤمنين قال، ولكن ما كانوا يفهمون. استخراج هذه المعادن كان يحتاج إلى جمهرة كبيرة من العلماء ربهم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، رغم أن فترة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة جدا. الفترة التي تمكن أن يستفيد منها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ما يقارب من 15 عاما فقط. فترة إمامته بعد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كانت 19 عاما. في فترة كانت مع أولئك الجلادين القساة حصلت فجوة فترة تقريبا 15 عاما، ربى مئات من العلماء الحملة لهذه العلوم، مئات، وهذا الرقم ليس مبالغ فيه. أقرأ لكم رواية شريفة في أن هذا الدور حصل للإمام الباقر صلوات الله عليه. حديث شريف ورد بسندين صحيحين إعلائيين عن أبي اليسع الثقة: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أخبرني بدعائم الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بأن محمد رسول الله، اللهم صل على إلى أن يقول صلوات الله عليه. وقال الإمام الصادق، ينقل عن جده رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وكان، يعني وكان الإمام في زمن النبي من هو رسول الله. وكان رسول الله، يعني كان الإمام رسول الله، وكان عليا، إلى أن يقول صلوات الله عليه. ثم كان الحسن، ثم كان الحسين، يعني كان الإمام الحسين صلى الله عليه وعلى آلهم، إلى أن يقول صلوات الله عليه. ثم كان علي بن الحسين، كان الإمام علي بن الحسين، ثم كان محمد بن علي أبا جعفر. الإمام الصادق ينقل عن الوضع الذي كان في زمن أبيه الإمام الباقر: ثم كان محمد بن علي أبا جعفر. وكانت، لاحظوا الكلمة، وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. أوضح الأمور، ما كانوا يعرفونها. إذا الشيعة لا يعرفون غير الشيعة، كيف كان وضعهم؟ حتى كان أبو جعفر صلوات الله عليه وعليهما ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس، يعني غير الشيعة،
يحتاجون إليهم، يعني إلى الشيعة، من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس. الشيعة كانوا يحتاجون إلى غيرهم، غيرهم ماذا كان عندهم؟ ما كانوا يعرفون التوحيد، لا أقول بقية الدين، بقية الدنيا أصلا لا شيء أصلا، التوحيد ما كانوا يعرفونه. لا أقول الناس العاديون، لا، علماءهم ما كانوا يعرفون التوحيد، يسمعون بالتوحيد يقولون لا إله إلا الله، لا يفهمون يعني ماذا لا إله إلا الله. خلال هذه الفترة القصيرة نمى الإمام الأمة هذه التنمية العظيمة. بعد أن كانوا يحتاجون إلى الناس صار الناس يحتاجون إليهم. هكذا شيء عظيم صنعه الإمام عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهكذا يكون الأمر، والأرض لا تكون إلا بإمام. والإمام الصادق كرر كلام جده رسول الله: ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه، أحوج وقت تحتاج إلى تشيعك أنت في الدنيا، متى أحوج وقت؟ إذا بلغت نفسك هذه، وأهوى صلوات الله عليه بيده إلى حلقه، وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت في أمر حسن. ذاك الوقت تعرف قيمة ما عندك. شاهدي في هذه الكلمة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة القصيرة نمى هذه الأمة. هناك حديث ورد بأسانيد وأسانيد، الكليني نقله، ابن بابويه نقله، ابنه الشيخ الصدوق نقله، الشيخ المفيد نقله، الشيخ الطوسي، غيرهم. هذا الحديث حديث مشهور يسمى بحديث اللوح، أو يسمى بحديث لوح فاطمة صلوات الله عليها. لوح جاء به جبرائيل من قبل الله، حديث قدسي يعني كلام الله عز وجل في لوح، جاء به جبرائيل من عند الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أعطى هذا اللوح لفاطمة، في هذا اللوح اسم رسول الله، اسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أمور مهمة جدا 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 دينية. هذا الحديث الشريف بدايته، بداية هذا اللوح، هذا الحديث القدسي، هذا بدايته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم، لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن يقول عز وجل: وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة، إلى أن يقول عز وجل: بعترته، بعترة الحسين، بعترته أثيب وأعاقب. اتباع هذه العترة ثواب، العداوة لهذه العترة عقاب. بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أولياء الماضين. شاهدي هنا: وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل أهل البيت يشبهون رسول الله. لماذا هذا التعبير جاء بالنسبة للإمام الباقر؟ الدور، الشبه في العصمة، الشبه في العلم، الشبه في الشجاعة، هذه أمور موجودة في كلهم صلوات الله عليه. لا، الدور الذي كان على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قلت لكم الذين كانت أسماءهم مشابهة لبعض، هؤلاء دورهم كان دورا مشابها لبعض. شبه جده، في بعض النسخ شبيه جده المحمود صلى الله عليه وآله.
ومن هذه الرواية الشريفة أيضا تتبين أن فقط أسماء أهل البيت جاءت من الله، لا حتى ألقاب أهل البيت، محمد الباقر لعلمي، طبعا الكلمة جدا عجيبة، لعلمي باقر علم الله، يعني ماذا علم الله؟ علم الله ذاك الشيء الذاتي، ذاك أصلا غير قابل للاستيعاب أصلا، ولكن شيء نسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لعلمي. مرحلة جديدة، تنمية، تربية. الروايات التي سجلت وكتبت عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كم هي أصلاً خارج عن الإحصاء، فقط وفقط محمد بن مسلم شخص واحد من بين مئات ممن رباهم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ونماهم علميا، واحد منهم محمد بن مسلم. محمد بن مسلم عنده 30,000 حديث من الإمام الباقر. 30,000 حديث يعني ماذا؟ لا تتصور أن الحديث يعني نصف سطر. بعض أحاديث محمد بن مسلم صفحات، ما وردت إلينا، ما وصلت إلينا. الإمام كان يشرح له، واحد منهم محمد بن مسلم. 30,000 حديث، كل أحاديث الإمام الصادق كم هي أصلا؟ خارج عن الإحصاء. لو أردنا أن نتحدث عن الأحاديث التي وصلتنا من الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام نحتاج إلى سنوات، سنوات رغم قلة علم أمثالي في هذا المجال، نحتاج إلى سنوات نستكشف بعض ما كان من كلمات الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. أنا أقرأ لكم حديث شريف واحد، حديث طويل، سرعة أمر على هذا الحديث الشريف. حديث رواه الكليني وغير الكليني أيضا عن أبي الربيع قال حججنا مع الإمام، قضية طريفة وفيها معلومات لطيفة. حججنا مع الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما في السنة التي كان حج فيها هشام بن عبد الملك. هؤلاء المروانيون، وما أدراك ما المروانيين، ماذا صنع المروانيون بالناس؟ هو مروان، أبناؤه، أبناء عبد الملك الأربعة، آخرهم هشام الذي قتل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هو هذا هشام بن عبد الملك. هشام كان قد حج، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في كل سنة كان يذهب إلى الحج، أو في أكثر السنوات هشام في سنة من السنوات ذهب، وكان معه مع هشام نافع. نافع أحد أبرز الشخصيات عند العامة، كثير محترم يجلونه، عالم كبير عندهم، نافع المدني من التابعين يعتبر، عندهم شخصية جدا كبيرة جدا جدا يروون عنه، لعله، لا أقول لعله، بالتأكيد عشرات من الروايات يروونه عنه، يروونها عنه عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شخصية عندهم كبيرة، لا علينا نحن، وهذا الشخصية كان منحرفا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان في من أتباع الخوارج إجمالا، عندهم شخصية جدا كبيرة. نافع كان مع هشام بن عبد الملك، فنظر نافع إلى الإمام أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس، فقال نافع: من هذا الذي تداك عليه الناس؟ الناس اجتمعوا عليه، من هذا؟ فقال هشام بن عبد الملك: هذا النبي أهل الكوفة، هذا محمد بن علي. من ذاك الزمن الحقد، التشويه والتشويش، اليوم يكفرونك، يقولون أنت مشرك تزعل، لا هذا من ذاك الزمن، يعني إيحاء بأن الشيعة عندهم نبي ثاني أصلاً، هذا إمام من أئمته، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ التعبير، حقد، قلت لكم هو هذا الذي قتل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فيما بعد.
فقال نافع لآتينه، هذا ابن أمير المؤمنين، نافع عنده مشكلة مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هؤلاء كانوا يعادون أمير المؤمنين أتباع الخوارج. فقال نافع لآتينه فلأسألنه عن مسائل لا يجيبني فيها، هو من البداية اعترف لا يجيبني فيها إلا نبي أو ابن نبي أو وصي نبي. قال هشام فاذهب إليه وسله لعلك تخجله، محاولات يائسة. فجاء نافع سأل مسائل من جملة المسائل، فقال نافع قال للإمام الباقر صلوات الله عليه أخبرني كم بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال أخبرني بالقولين جميعا. قال عليه الصلاة والسلام أما في قولي فخمسمائة سنة وأما في قولك فستمائة سنة. قال نافع فأخبرني عن قول الله عز وجل لنبيه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، من الذي سأل محمد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. النبي سأل ممن وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة، آخر الرسل قبل رسول الله عيسى. طبعا النبوة من قطعت، النبوة من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله كانت مستمرة، ولكن الرسالة انقطعت حسب تعبير القرآن الكريم على فترة من الرسل، حصلت فترة من الرسل. أن الرسول الذي هو قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عيسى بينه وبين رسول الله خمسمائة سنة، الله عز وجل يقول لرسول الله واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، يسأل من؟ رسول الله سأل من؟ بالله عليكم من يتمكن أن يجيب هذا السؤال؟ أحد يتمكن أن يجيب؟ بالفعل بين عيسى وبين رسول الله خمسمائة سنة على الأقل حسب هو ما هو الصحيح، طبعا هم يقولون أكثر. هكذا أسئلة من الذي يعرفها؟ طبعا بالنسبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه أسئلة جدا سهلة، كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولكن بالنسبة للآخرين يوجد من يتمكن أن يجيب على هكذا سؤال؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإمام عليه الصلاة والسلام تلا آية قرآنية، تلا هذه الآية المباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال عليه الصلاة والسلام فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، حيث أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله عز ذكره الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرائيل فأذن شفعا وأقام شفعا وقال في أذانه حي على خير العمل، ثم تقدم محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فصلى بالقوم بالأنبياء والرسل، فلما انصرف انتهى من صلاته قال لهم النبي سألهم واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، النبي هنا سألهم فقال لهم على ما تشهدون وما كنتم تعبدون، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا. الآن يقول قال نافع فأخبرني عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي أرض تبدل يومئذ؟ هذه كلها أسئلة من الغيب لا يعلمها الناس إلا من اتصل بالوحي، أي أرض
تبدل يومئذ. فقال الإمام أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: أرض تبقى خبزة يأكلون منها حتى، هذا في القيامة طبعا، حتى يفرغ الله عز وجل من الحساب. نافع هنا انتهز الفرصة. مأخذ على الإمام الصادق عليه، على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. ما هو المأخذ؟ يوم القيامة أحد يفكر في الأكل، ذلك اليوم الصعب، أهوال يوم القيامة، الناس يأكلون أصلا. فقال نافع: إنهم عن الأكل لمشغولون، الناس في القيامة أهوال يوم القيامة مشغولون عن الأكل، لا أحد منهم يفكر في الأكل أصلا، كيف تقول إنهم يأكلون؟ فقال الإمام أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: أهم يومئذ أشغل أم إذ هم في النار؟ الناس في القيامة مشغولون أكثر أم هم في النار؟ طبعا في النار يحترقون، وعذاب أليم، عذاب شديد في النار أشغل. فقال نافع: بل إذ هم في النار. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما شغلهم إذ دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم، ودعوا بالشراب فسقوا الحميم. في جهنم يطلبون الطعام والشراب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله حتى نأكل. في جهنم يطلبون طعاما وشرابا، كيف لا يطلبون في القيامة؟ الذي لم يسمع هذه الأجوبة يفكر أصلا. بعضنا سمعنا هذه الأجوبة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصبحت أمور واضحة عندنا. من لم يسمع يتمكن أن يستوعب هذا العلم الغزير؟ هذا العلم مصدره أي؟ هو الذي ورد فيه الحديث القدسي، كلام الله عز وجل الباقر العلمي والمعدن لحكمتي. أقرأ لكم مقطع آخر فقط. قال نافع: صدقت يا ابن رسول الله. اللطيف في هذا الحديث، راجعوا هذا الحديث، لا أريد أن أطول عليكم. اللطيف في هذا الحديث، أول ما جاء نافع صار يخاطب الإمام عليه الصلاة والسلام باسمه. تعلمون الشخصية، اسم الإمام نور جدا جميل، ولكن كاحترام الشخصية لا تخاطب باسمها، تخاطب بالكنية، تخاطب باللقب. خاطب الإمام باسمه، قال: يا محمد ابن علي. اسمه نور ولكن النية واضحة. شيئا فشيئا بعد أن أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام على بعض الأسئلة العجيبة، صار يخاطب الإمام بيا أبا جعفر. لا، اللحن تغير، أحس بالذل أمام الإمام. شيئا فشيئا صار يخاطب الإمام بيا ابن رسول الله، يعني يا أبا جعفر أنت حقا ابن رسول الله. قال: صدقت يا ابن رسول الله، ولقد بقيت مسألة واحدة. قال صلوات الله عليه: وما هي؟ قال: أخبرني عن الله تبارك وتعالى عندما أقول لكم في ذاك الزمن التوحيد الناس ما كانوا يفهمونه، حتى نافع يعتبر من كبار علمائهم، اقرأوا عنه، الإمام الكذا يعبرون عنه، من كبار التابعين يعتبر. قال عليه الصلاة والسلام: وما هي مسألتك؟ قال نافع: أخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان. فغضب الإمام، هذا شيء مرتبط بالله، هذا إهانة لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، متى لم يكن حتى أخبرك متى كان؟ أنت تسألني تقول متى كان، أنا أقول لك متى لم يكن. الله هو الذي كون الكون، هو الذي خلق الزمن، تقول متى كان؟ متى يعني في زمن، يعني هو الله، والعياذ بالله من هذا الكلام، هذا خلاف التوحيد أصلا، هذا معناه أنه كان قبل الله شيء، تقول متى كان؟ متى لا يقال لله، متى لم يكن. قال: ويلك، متى لم يكن حتى أخبرك متى كان؟ سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
فولى نافع من عنده وهو يقول: أنت والله أعلم الناس حقا حقا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأتى هشاما فقال له: ما صنعت؟ هشام قال لنافع: ماذا صنعت؟ أخجلته؟ قال: دعني من كلامك، هذا والله. من يقول هذا الكلام؟ نافع المدني، ما قاله الشيعيون، ما قاله محمد بن مسلم زرارة، لا. قال نافع: دعني من كلامك، هذا والله أعلم الناس حقا حقا، وهو ابن رسول الله حقا، ويحق من يقول؟ نافع يقول: ويحق لأصحابه أن يتخذوه نبيا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنت تقول أصحابه اتخذوه نبيا؟ طبعا هذا كذب، ولكن لو كان أصحابه اتخذوه نبيا كان يستاهل. في بعض المصادر عندما رجع هشام قال له: ماذا صنعت؟ قال: دعونا منكم يا بني أمية، فإن هذا أعلم أهل الأرض بما في السماء والأرض، فهذا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. عندما نقرأ نسمع هذه الروايات الشريفة نتأسف أن مثل هذه الشخصيات بدل أن يستفاد من لحظات حياته قتلوا، شردوا، أوذوا، عذبوا. تعلمون الإمام الباقر كان موجودا في كربلاء، أنا ذاك كان عمره الشريف 4 سنوات. حتى الفترة التي فسحت له فرصة ما تركوا الإمام إلى أن استشهد. أهل البيت تعلمون غير 4 منهم كلهم قتلوا دون 60 من أعمارهم. ليت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا في هذا الزمن، العلماء يستفيدون من علومهم كما يقول عالم. ليت أمير المؤمنين كان في هذا الزمن عندما قال: سألوني قبل أن تفقدوني، كنا نسأله عن حاجاتنا في السماوات، في الأراضين، في أنفسنا، في العوالم الأخرى التي هي حولنا، في الدنيا، في الآخرة. ليته وليتهم كانوا في هذا الزمن. لا، لو كانوا في هذا الزمن أيضا كانوا يقتلونهم كما قتلوهم في تلك العصور، لكانت الجبابرة والدكتاتوريات تبحث عنهم تحت كل حجر ومدار، وكانوا يقتلونهم. البشرية لا تدرك. ليته كان في زمننا. أبد، كلام باطل. اليوم أيضا إذا كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان الناس وكانت الجبابرة تقتلهم، لماذا الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء لا يظهر؟ هذا حكمة من الله عز وجل، تقدير من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أرسل 13 شخصا من خيرة خلقه، هم خيرة خلقه، قتلوهم كلهم، قال: هذا الأخير احتفظ به. حسب تعبيري متى ما صرت أوادم البشرية عند ذلك أرسل هذا الأخير. في روايات عديدة الإمام الأئمة بعضها عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كانوا يبينون الأوضاع الصعبة في أيام الغيبة، فأصحابهم كانوا يسألونهم: ماذا يصنع الناس في ذلك الزمن وهم لا يرون إمامهم؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يبينون هذا المعنى، يتمسكون هذا، لعله نص كلام الإمام الصادق في صحيح الزرارة، يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم. اليوم ليت الإمام الباقر كان موجودا كنا نستفيد من علم الإمام الباقر، موجود في أيدينا جزء منه على الأقل، هذا الشيء جاي نستفيد منه. علم الإمام الصادق جزء منه موجود ولله الحمد، آلاف من الروايات الشريفة، عشرات الآلاف من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الآن موجودة في أيدينا. نعم
بالنسبة للشيء الكثير الذي كان في زمانهم هذا شيء قليل، ولكنه كثير. نستفيد من رواية أهل البيت نحن. أنا لا أقول الطبيب يستفيد من الرواية الفقهية أو الفقيه يستفيد من الرواية الطبية، أقول نحن بصورة عامة مهتمون بالاستفادة من رواياتهم. عند ذلك نقول ليت الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في هذا الزمن، لو استفاد من روايات أهل البيت على الأقل عندي عذر، أقول إلهي لو كان الإمام هذه رواياته هكذا نحن مهتمون بها، إذا كان الإمام كم كنا نهتم به. عند ذلك لنا حجة أن نقول هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهم بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في ذكرى استشهاد الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الاستشهاد المفجع للإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه المنتقم لآبائه الطاهرين من أعدائه، المنتقم لآبائه الطاهرين من قتلتهم، المنتقم من أعدائه. اللهم بمحمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.